عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعينا من كل مكان في فيديو جديد بإذن الله. فيديو النهاردة هنعمل فيه وجبة اقتصادية جدا بدون لحوم، اللي هي عجة البطاطس بالبيض. هنشوف المقادير، جميلة جدا ومفيدة ومغذية، فيها قيمة غذائية. معايا هنا مقدار نص كيلو من البطاطس، أنا بشراها وحطها في مية عشان ننزل النشا اللي فيها، بس هي بتزيد طبعا. ومعايا هنا مقدار دي جزراية مبشورة، جزرة واحدة بحطها عشان ما زودش الجزر، عشان طبعا عارفين ان الجزر فيه سكريات، فما زودوش عشان ما يدينيش سكرة في الأكل. هو كفايه جزرايه عن نص كيلو. معايا هنا فلفل الوان، ومعايا هنا بصله كبيره متقطعه مكعبات، وهحتاج برضو هنا شويه بقدونس، ده لما كنت حاطاه في التلاجة. وهنا معايا 2 طماطم مقطعاهم مكعبات. هجيب عندي هنا طاسه على النار وحطيت فيها معلقه سمنه، واول ما ساحت معايا هنزل هنا عندي بالبصله. انا هنا عايزه ادبل البصله فقط، واول ما تدبل معايا هنزل بالطماطم وهقلبها هي كمان لما تدبل معايا بس دقيقه. واخر حاجه هنزل هنا معايا بالفلفل الالوان، هقلبه بس تقليبه كده واطفي عليه. البطاطس هنا بعد ما صفيت من عليها الميه، هنا هضيف الجزر المبشوره وشويه بقدونس، وهنا بقى هضيف الخليط البصل بالفلفل بالطماطم وهقلبهم بقى كده مع بعض. ممكن تضيفي كمان كوسه مبشوره بتزودي قيمتها الغذائيه. ولو انت بقى مش عايزاها تبقى اقتصاديه ومقتدره، ممكن تضيفي فراخ فيليه مستوية، قطع فراخ يعني مستوية تضيفيها برضو معاها. ولو عايزة تضيفي كمان زيتون شرايح، ضيفي زيتون او جبنة رومي. احيانا بعملها برضو كده، انا بحط جبنة رومي وبحط زيتون شرايح ومكعبات فراخ. بس احنا عايزين بقى نعمل حاجة كده اقتصادية. شايفين جمال الالوان، الالوان شكلها جميل جدا. كل ما بتزودي الالوان في الاكلة قيمتها الغذائية طبعا تبقى جميلة معاكي. هنيجي بقى هنا على السائل اللي احنا هنحطه عشان يسوي معانا هنا البطاطس. هنا معايا 2 بيضة، هضيف هنا عليهم نص كوباية من الحليب او اللبن، وهنضيف نص معلقة من البيكنج باودر او خميرة الحلويات، وهناخد معلقتين من الدقيق، الدقيق العادي بتاع جميع الاستخدامات. وهنا بقى هحط هنا الملح، هتبل بقى الملح وفلفل وكمون، الملح بقى اللي هيملح لي كل الخليط. نضيف هنا فلفل اسود عشان طبعا البيض، نضيف برضو هنا كمون، وهقلب بقى هنا كده المكونات كلها ببعضها. وانا هنا حطيت الملح والفلفل والكمون، وحطيت 2 بيضة ونص كوباية حليب ونص معلقة من البيكنج باودر ومعلقتين من الدقيق، هقلبهم كده هنا كويس. دلوقتي بقى هضيفهم هنا على الخليط وهقلبهم. بعد كده بجيب عندي هنا صينية او بايركس ودهنته هنا مسح الزيت، وهفضي الخليط كده فيه. هنا ما تزوديش السائل عن كده لان لسه الخضار هينزل معايا المية بتاعته. هدخله بقى الفرن، انا مشغلاه من اول ما بدأ، هدخله على الرف اللي في الوسط لمدة تلت ساعة. خلاص كده طلعت البايركس معايا في الفرن واستوت. طبعا هي بتاخد من تلت لنص ساعة حسب درجة حرارة كل فرن، وانا حطيتها في الرف الاوسط على درجة 180. لو هي استوت معاك وعايز تديها وش، بتفتحي الشواية في الاخر خالص لو هي لسه مخدش معاك وش. شايفين طبعا الجناب وكلها مستوية من جوه، بس هي عشان لسه سخنة خرب طبعا. تاكلها بقى باذن الله. نجيب بس رغيفين عيش بلدي وتغمسوا، واحلى طعم الدقوق. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. الى اللقاء بفيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.